السلام على أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، سيدي الأمان 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 لفتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.